ندوة تختص في الغرفة التجارية، بنعرض فيها الاستراتيجية للغرفة التجارية للسنين الأربع القادمة. استعرضت في الكلمة اللي قدمتها بعض الأمور، من ضمنها بعض القطاعات، القطاع الزراعي، القطاع التجاري، والقطاع الصناعي، والقطاع الأكاديمي. القطاع الأكاديمي ركزنا على كلمة كالتالي، أنه إحنا بحاجة نعمل تواصل مع أهلنا في الداخل، أن نستقطب أبنائهم للدراسة في عنا في الجامعة خضوري ومعهد التقني خضوري. زي ما هم بيعملوا بروحوا لجامعة الأمريكية في جنين، كذلك إحنا من المفروض علينا جميعا نتكاتف ونجيب نستقطب هذه المجموعة لعنا على أساس يدرسوا بطول كرم، وهذا بحد ذاته بحرك الحركة الاقتصادية وبعمل عنا ازدهار. يأتي هذا اللقاء بعد أن شهدنا عقد انتخابات الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في المحافظات الشمالية من الوطن، وجاءت هذه الانتخابات بعد غياب استمر حوالي 20 عاما، وقد جرت بجو ديمقراطي أصيل، وكانت انتخابات نزيهة وحرة ومباشرة بشهادة الجميع. هذا الملف الحيوي المهم قادنا إلى التفكير جديا في مرحلة ما بعد الانتخابات. هذه المرحلة تطلب منا وضع مبادئ ومرتكزات للنهوض بمؤسسة الغرف والخدمات العامة والمتخصصة، خدمة لأهداف الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في محافظة طولكرم والاقتصاد الوطني بشكل عام. طبعا هذه الورشة التي تقيمها الغرفة التجارية بالتعاون مع معهد الحوكمة برئاسة الدكتور هشام عورتاني لها أهمية بالغة في تحقيق الشراكة المجتمعية بين مختلف المؤسسات المحلية في محافظة طولكرم، سواء الرسمية والأهلية، من أجل وضع تصور لخطة تنموية مستقبلية لهذه الغرفة التجارية، من أجل النهوض في واقع التجاري والاقتصادي في محافظة طولكرم.